السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم لون مميز جدا، تقدر تقول عليه لون شوكولاتة، بس هو داخل كده على البترولي على الشوكولاتة، لون حلو جدا. تمام، في الحلوة السهلة. طيب، رقم اللون عندنا اللي هو هورولك، بس هو ماشي بالمشاكل. استنى اجيب لكم واحد تاني. اللون عندنا YL0374. تمام، الدهان اللي شغالين بيه نص لمعة، بس انا هنا هقول لك الخطوات. اول حاجه احنا بنعملها هي الصنفره، ولو في حاجه عايزه تظبط معجون بنظبطها معجون على قدها. والخطوه المهمه بقى جدا عشان البويه ما تقشرش معاك، الطبقه الاولى بتكون مطفي مط، الطبقه الثانيه بتبقى نص لمعه، ما تشتغليش النص لمعه مباشر لان هيقشر معاك. تمام، يلا بينا نتابعونا. يلا بينا. طبعا التخفيف معايا بخفف بالمنتج ده التينر المخصص للبوهيه الزياتي او البوهيه الديجيتال. تمام، خفف بنسبه 10% بس، مش اكتر من كده. اوكي، صنفره، حاول خد معانا الصنفره. صنفره 120، الرقم اهو 120. لا، 220 220 كده، بنفس الطريقه دي كده القطعه كلها عشان تجيب معاك اكبر مسافه. طبعا انا مصنفر بس بعد لكم كده ايه على السريع. امسكها كده في ايديك تبدا اهو. بعد كده لو فانيلا او حته قطن حاجه زي كده تبدا بس تطلعلي من مطرح الصنفره البودره، يعني في حته قماشه او اي حاجه او تمسح زي كده. تمام، بعد كده يا باشا لازم تحط له حته كرتونه تحت الباب بنفس الطريقه دي كده عشان ما توسخش الباب. لا، عشان ما توسخش الارضيه زي ده، هتبدا تلزقلي حوالين الباب بنفس الطريقه دي كده عشان ما توسخش الجدران. اوكي؟ اوكي. يلا بينا طريقة الشغل؟ يلا بينا. دي الرولة اللي بشتغل بيها، اسمها رولة شمع، بس قبل ما تشتغل بيها تلف عليها التيب ده وتشيل. ليه بقى؟ لأن بيبقى فيها شعر ضعيف بيطلع منك على البوهية. فلما هتلزقه بده وتشيلها، الشعر الضعيف هيتلزق هنا. هتشتغل بها هتبقى نضيف. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا توكلنا على الله. يلا بينا. والرولة بقى؟ موضوع سهل خالص. طبعا الجزء اللي فوق ده حته خشب احنا معجناها. هتبدا بقى تفرد واحده جنب واحده طولي، او حبيت تشتغل عرض مفيش مشكله. طبعا هنا احنا عشان عندنا خشبه فوق الباب، فاحنا قلنا نعمل الجزء العالي الاول، بعد كده ندهن لكم الباب ونوريك الخطوات من البدايه للنهايه. يلا بينا. يلا بينا رجاله. موضوع سهل خالص اهو. يلا بقى نكمل الباب مع بعض. هتبدا بقى تاخد الروله بتاعتك من نص الباب زي ما انت شغال كده، وهتبدا تفرد لفوق. تمام، اول فرده بتبقى لفوق، ما تفردش لتحت. يعني شوف بابل الروله اهو، باخد من تحت لفوق عشان لو هتسقط ما تسقطش معاك. تمام، وبفرد واحده جنب واحده بنفس الطريقه دي. طبعا المقطع ده يا جماعه مقطع تعليمي للناس اللي في بيتها، اللي حابب يشتغل لنفسه، واللي ما عندوش المقدره ان هو يجيب مثلا معلم دهانات يدهن له الابواب. دي فكره مقاطع ان هي تعليميه للناس المبتدئه او الناس اللي في بيتها. طيب، بعد ما فردت بالطول زي ما انتم شايفين كده، برجع بالعرض، بمسها بالعرض واحده جنب واحده. تمام، وممكن تمسها تاني بالطول واحده جنب واحده، مفيش اي مشكله. حابب تفرد بالعرض برضه مفيش اي مشكله. فحتة الفرد بالطول او العرض مفيش مشكلة، لان احنا بعد ما بنخلص الفرد خالص هنبدأ نمس الباب يورل او نمشى عليه الرولة كلها بالطول مرة واحدة عشان نخلي الحباية كلها اتجاه واحد. تمام، هنا برضو الحل معايا برضو، على فكرة انا لازق تب حوالين الابواب بس يمكن التصوير عشان اللون مش واضح. تمام، هنا انا بقول لكم هاخد بقى من فوق لتحت اهو بنفس الطريقه دي كده. بقى كده انا وحدت الحبايه معايا او طريقه الفرد. تمام، وكده بسبب اللي انا المس الكتير ده خلى الباب معايا بقى مغطي زي ما انتم شايفين. اكيد نفس الطريقه دي هتشتغل طبقتين. وكان انا اخوكم محمود الحلواني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تشترك في القناه وتكتب لنا كومنت وتقول لنا من اي دوله
واي استفسار تقدر تكلمني على الواتس الرقم السعودي 056-424-432 او على الرقم المصري 011-569-1001. السلام عليكم.